السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في أخبار سارسة من مركز الأخبار في تلفزيون البحرين. نبدأ بأبرز العناوين. بيروت تحويل أجور البحرينيين العاملين في القطاع الخاص. 470 ألف مستقل لبوابة تعليمية في شهر واحد. إجراء 850 فحصا عشوائيا في عدد من مناطق البحرين. أهلا بكم إلى تفاصيل سادسة. أكدت السيدة إيمان المرباطي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي تحويل مبالغ دعم الأجور لشهر أبريل في حسابات أصحاب المنشآت تنفيذا للتوجيهات الحكومية لإتمام دفع رواتب العاملين البحرينيين في القطاع الخاص لمدة 3 أشهر أبريل مايو ويونيو من صندوق التأمين ضد التعطل ضمن الحزمة المالية والاقتصادية لتوفير السيولة اللازمة للقطاع الخاص. وأوضحت المرباطي بأن الهيئة قد أنهت كافة الإجراءات لإيداع المبالغ في حسابات أصحاب العمل الذين قاموا بالتسجيل إلكترونيا للاستفادة من الدعم الحكومي والذين بلغت نسبتهم 87% من إجمالي أصحاب العمل، فيما بلغت نسبة المستفيدين من العاملين البحرينيين في القطاع الخاص 96%. وتم إيداع المبالغ لشهر أبريل في حسابات أصحاب العمل في موعدها المحدد وفقا الخطة الزمنية الموضوعة على أن يقوم صاحب العمل بصرف الأجور حسب مواعيدها الشهرية. أكد الدكتور محمد مبارك جمعة وكيل وزارة التربية والتعليم لشؤون الموارد والخدمات أن تجربة الفصول الافتراضية عبر تطبيق تيمز التي نفذتها الوزارة في هذه المرحلة قد تكللت بنجاح في ظل مشاركة ما يزيد على 90% من طلبة الصف الثالث الإعدادي والصفوف من الأول حتى الثالث الثانوي في التسجيل والدخول على عملية البث المباشر، ووصول مجموع المشاركات الطلابية في التطبيق إلى أكثر من 500,000 مشاركة على البث الحي في أقل من 3 أسابيع منذ إطلاق الخدمة التعليمية، وذلك بسبب انتظام الطلبة في الحصص الدراسية الافتراضية بشكل يومي. هذا وبلغ مجموع الداخلين على البوابة التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعليم خلال شهر واحد ما يزيد على 477 ألف مستخدم قد استفادوا من المحتوى الرقمي بكافة أشكاله. وقالت سعادة السيدة نواد الخاطر الوكيل المساعد للتخطيط والمعلومات بوزارة التربية والتعليم إن هناك تفاعلا كبيرا من قبل الطلبة وأولياء أمورهم لاستخدام البوابة التعليمية في فترة تعليق الدراسة، وذلك حسب ما أظهرته الخدمة الإحصائية التي تم من خلالها معرفة عدد زوار البوابة التعليمية ونسبة المتصفحين ونوع الأجهزة المستخدمة للتصفح، الأمر الذي يشير إلى نجاح وزارة التربية والتعليم في الوصول إلى شريحة واسعة من الطلبة وتقديم الخدمة التعليمية المطلوبة لهم في هذه الفترة الاستثنائية. وبينت الخاطرة أن البوابة التعليمية تضم عددا من المواد التعليمية الرقمية من إعداد المعلمين والتي يزيد عددها على 408,000 مادة موزعة بين نشاط وتطبيق وحلقات نقاشية ودروس وإثراءات علمية، حيث بلغت نسبة استفادة الطلبة منها أعلى درجاتها عبر تواصلهم الرقمي المباشر مع معلمهم الذين استطاعوا من خلالها تقديم الدروس لهم والتفاعل معهم والرد على استفساراتهم. في إطار مساعيها لتعزيز الشراكة المجتمعية ودعم الطلبة والقطاع التعليمي في مملكة البحرين، أعلنت مؤسسة المبرة الخليفية عن إطلاقها لمبادرة 100 جهاز محمول والتي تهدف لتوفير أجهزة المحاسب المحمول للطلبة وذلك لتسهيل ودعم عملية التعلم عن بعد، إذ تعتبر هذه المبادرة الأولى من نوعها استجابة للظروف الحالية، الأمر الذي يعزز الجهود الوطنية في دعم ودفع عجلة التعلم في ظل الظروف الصحية القائمة، وذلك بهدف إحداث أثر اجتماعي إيجابي ما ساهم في تعزيز حس المسؤولية تجاه الوطن والحث على المشاركة في الأعمال الخيرية.
السادسة مستمرة وفيها بعد قليل. رصد 3264 مخالفة مرورية منذ بداية العام. طورت وزارة الإسكان قسم خدمات صندوق تحت أمرك المعني باستقبال الحالات الإنسانية والمعاملات الطارئة من قبل المراجعين، وذلك من خلال تطوير الموقع المخصص له بمركز خدمات الزبائن بالوزارة. وقالت الوزارة إن هذه الخطوة تأتي متزامنة مع توجيهاتها لتطوير الخدمات التواصلية مع المواطنين وتسهيل وصول الملاحظات والمقترحات إلى المعنيين بالإدارات والأقسام المختلفة، مشيرة إلى استعداد الوزارة إلى تقديم خدمة تحت أمرك إلكترونيا من خلال الموقع الإلكتروني الذي تعكف الوزارة على تطويره وإطلاقه رسميا في الأيام القليلة المقبلة. ضمن الحملة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا، كشفت وزارة الصحة عن قيامها بزيارات ميدانية لإجراء فحوصات عشوائية لمواطنين ومقيمين في عدد من مناطق البحرين، وذلك حرصا منها على تعزيز الصحة العامة في مملكة البحرين من خلال الجهود الحثيثة التي تقوم بها كوادر وزارة الصحة بالتعاون مع الجهات المعنية، والتي تهدف لضمان صحة وسلامة المواطنين والمقيمين. وقالت الوزارة إن الفريق الطبي المختص قام اليوم بأخذ العينات العشوائية من مواطنين ومقيمين والبالغ عددها 850 عينة لإجراء الفحوصات المختبرية عن طريق وحدات الفحص المتنقلة المجهزة وفق المعايير الطبية المعتمدة، بما يسهم في تعزيز صحة وسلامة الجميع والحد من انتشار فيروس كورونا. وبينت بأن الزيارات العشوائية شملت عالي والحد وسنابس والرفاع وكذلك الجفير. هذا وحثت وزارة الداخلية المواطنين على عدم الخروج من المنزل إلا للضرورة، وشددت على الالتزام بارتداء الكمامة في الأماكن العامة. وقالت الوزارة عزيزي المواطن والمقيم، حماية لنفسك وحماية لمجتمعك، لا تخرج من منزلك إلا للضرورة، والتزم بارتداء الكمامة في الأماكن العامة والمحلات التجارية حماية لك. وأضافت الوزارة إن تطبيق مبدأ التباعد الاجتماعي ضرورة حتمية، ابتعد عن الآخرين بما لا يقل عن متر من أجل سلامتك الشخصية وأيضا سلامة الآخرين، مؤكدة بأن السلامة العامة مسؤوليتنا جميعا، ودعت الالتزام بالتعليمات والإرشادات لحماية المجتمع، وتمنت السلامة للجميع وأن يحمي الله البحرين من كل سوء. إنفاذا للقانون واستجابة لشكاوي الأهالي بالأحياء السكنية، اتخذت الإدارة العامة للمرور الإجراءات القانونية تجاه عدد من المخالفات التي تم ضبطها، وبلغ عددها أكثر من 264 مخالفة للأصوات المزعجة من المركبة و 3000 مخالفة وضع حاجب رؤية منذ بداية العام. وجددت الإدارة العامة للمرور دعوتها إلى ضرورة مراعاة ظروف الأهالي خاصة في الفترات المسائية والأوقات المتأخرة، وعدم إصدار أصوات مزعجة من المركبة أو الاستعراض بها، والالتزام بالسرعات القانونية في الأحياء السكنية، وعدم وضع حاجب الرؤية الذي يقلل من وضوح الرؤية أثناء القيادة، مما يعرض حياة المستخدم بل مستخدمي الطريق لحوادث مرورية وخاصة المشاة. وإلى الطقس في محافظات مملكة البحرين.
وبهذا وصلنا لختام أخبار سادسة. إلى اللقاء.